أهلا بكم مشاهدينا في المشهد اليوم. يصحبني في قراءته ضيوفي هنا في الاستوديو الأستاذ إبراهيم المدهون الكاتب والمحلل السياسي، والأستاذ تيسير سليمان الباحث المختص في الشأن الفلسطيني والإسرائيلي، وأيضا الأستاذ علي حسون الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بكم جميعا ضيوفي الكرام. إذا قضى قائد حركة حماس يحيى السنوار شهيدا في اشتباك مع قوات الاحتلال في منطقة تل السلطان في مدينة رفح، وفتح رحيله العديد من أسئلة التداعيات على الصعيد الفلسطيني والإسرائيلي وكذا العربي والدولي، تكاد تتلخص كلها في مستقبل العدوان على غزة وأداء المقاومة وصفقة التبادل وكذا شكل العلاقة المستقبلية مع محور المقاومة. موقع عبري يتساءل: رحيل السنوار إنجاز إسرائيلي أم مجرد حدث رمزي؟ ذكر موقع ولا العبري أن اغتيال رئيس حماس يحيى السنوار خلق معضلة إسرائيلية تتعلق بكيفية تحويل هذا الحدث إلى نصر حقيقي، ورغم أن القضاء عليه يعد إنجازا لدولة الاحتلال كما يقول الموقع، إلا أنه شبهه بشريحة في كازينو إذ لم يتم تحويلها إلى أموال ملموسة. كما أشار إلى أن استشهاد السنوار يشبه نهاية عبد القادر الحسيني عام 1948، مما يدلل على درس تاريخي في المنطقة، فالتاريخ يعيد نفسه رغم تغير الأسماء. ويشير الموقع أنه رغم التأثير الرمزي لقتل السنوار، إلا أن قوة هذه الصدمة ستكون محدودة وستعيد حماس تنظيم صفوفها. وأكد ولا أن نتنياهو لا يمكنه التفاخر بهذا الاغتيال لأنه حدث بالصدفة، وخلص الموقع إلى أن هذا الحدث قد لا يؤدي إلى تغيير حقيقي في الواقع السياسي في المنطقة. ما هو تأثير رحيل السنوار على قيادة حماس ومستقبل المقاومة في غزة؟ قالت صحيفة يدعو تحرنوت العبرية إن قتل زعيم حماس يحيى السنوار يأتي في وقت تواجه فيه إسرائيل حرب استنزاف مع قوى المقاومة، بينما تحتاج للتحرك ضد إيران. ونقلت الصحيفة عن مايكل ميلشتاين رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في مركز ديان بجامعة تل أبيب أن القضاء على السنوار قد يوفر فرصة لدفع الصفقة بشكل أفضل، حيث يعتبر اغتياله مساويا أو أكثر قيمة من القضاء على حسن نصر الله. ورغم تأثير اغتياله يتوقع ميلشتاين أن تظل حماس متماسكة مستندة إلى أيديولوجيتها رغم حالة الصدمة الحالية، كما توقع أن يؤدي اغتياله إلى تقسيم الصلاحيات داخل الحركة مع إمكانية أن تتعزز قيادة حماس في الخارج. وختم أن القضاء على الرأس لا يعني اختفاء الحركة التي من المرجح أن تستمر في السيطرة على غزة. إذن أجدد الترحاب بكم ضيوفي الكرام. لو بدأت معك أستاذ علي حسون، كثيرون يتساءلون عن انعكاس استشهاد يحيى السنوار على المقاومة الفلسطينية في غزة، ماذا تقرأ في هذا السؤال؟ يعني يمكن أن نقول أن ماذا تحتاج دولة إسرائيل من اغتيال قيادات المقاومة حتى نصل إلى فكرة الانعكاس الحقيقي على المقاومة؟ ثلاث أمور أساسية أي دولة عدوة تريدها من دولة أخرى باغتيال قادتها: أول أمر الهزيمة النفسية، اثنان إجبارها على تقديم تنازلات في أي مفاوضات أو في ميدان المعركة أو المعركة السياسية، ثلاثة أن تحدث فراغا يصعب ملؤه مما يؤثر على هيكل التنظيمي لهذه الدولة أو هذه الحركة. هل هذه الثلاث شروط تتحقق في اغتيال يحيى السنوار؟ الهيستوري أو التاريخ اغتيال القيادات العسكرية والسياسية سواء في السابق أو خلال هذا الحرب على رمزية وأهمية يحيى السنوار يقول أن الاحتلال لا يمكن له أن يحدث فراغا لا يمكن ملؤه، لا يمكن له أن يسقط هزيمة نفسية، والدليل أنه ما أراده هزيمة تحول إلى نصر. نعم. والصورة التي أراد فيها إذلال قوى المقاومة ودفع الشارع وحاضنتها إلى الانقلاب عليها تحول إلى انتماء جديد وتوسيع رقعة التضامن على مستوى حتى الذين ينصبون القوى الإسلامية بشكل عام العداء، حتى وصلنا إلى أن المؤثرين في الغرب وفي الولايات المتحدة الذين يتبنون فكرة وسردية هذا الكيان تجاه هذا الصراع ذهبوا إلى الإشادة بيحيى السنوار. الموضوع الثالث، هل سيؤدي إلى تغيير أو يؤدي بحماس إلى تقديم تنازلات؟ كل المرحلة الماضية تجزم
بأن الحركة ستكون أشد أكثر تشددا على مطالبها الأساسية التي دفعت هذه الفاتورة، وهي تعتبر بشكل أو بآخر وفاء لدماء يحيى السنوار التي قدمها للوصول إلى هذه المطالب التي تشكل جزءا حقيقيا من مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني التي لأجلها خرجت وكانت طوفان الأقصى. البعض قد يدفع باتجاه أستاذ إبراهيم أستاذ تيسير، يعني ما الإضافة التي أضافتها عقلية السنوار للمقاومة الفلسطينية بعد خروجه من الأسر بالتالي فقدناها اليوم أستاذ إبراهيم؟ وفي البداية يجب علينا التأكيد أولا أن استشهاد يحيى السنوار قائد حركة حماس وخسارة كبيرة لشعبنا الفلسطيني ولأمتنا العربية والإسلامية، ولا شك أنه في العرف العسكري هو إنجاز للاحتلال الإسرائيلي، ولكن النهاية التي خرجت والتي يعني سطرت أعتقد صورة رمزية وصورة ربما تقلب هذا الإنجاز إلى نصر، أعتقد أنها مهمة في هذا الوقت بالذات، خصوصا أنها أبطلت كل الأكاذيب الذي روجها الاحتلال الإسرائيلي خلال عام من عملية طوفان الأقصى، عام من حرب الإبادة والبعث عن يحيى السنوار وعن الأسرى الذي ادعى الاحتلال الإسرائيلي أن قائد حماس يتلحف بهم ويختبئ خلفهم من أجل ألا يتم اغتياله، وسربوا أنه بين الخيام وأنه يرتدي زي النساء وأنه يبحث عن منجا ويبحث عن مخرج وأنهم يقدموا له بعض المخارج من ضمنها الانسحاب من قطاع غزة أو الهروب من قطاع غزة. فإذا بيحيى السنوار هذا البطل الكبير العظيم إذ به يواجه الاحتلال الإسرائيلي من الخطوط المتقدمة بل ومن خلف خطوط العدو، ويقوم بإدارة المعارك في أعقد منطقة شهدت أعظم يعني مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي في منطقة تل السلطان، هذه خلال شهرين نفذت عشرات العمليات وقتل عشرات الجنود وأصيب مئات الجنود الإسرائيليين وتم تدمير العديد من الدبابات الإسرائيلية، وقد شاهدنا خلال المرحلة الماضية كثافة الإنتاجات التي كانت تصدر من إعلام كتائب القسام وهي ترصد العمليات البطولية في منطقة تل السلطان، وتل السلطان هذه التي كان يتمركز فيها يحيى السنوار كانت فيها غرفة عمليات وغرفة قيادة وسيطرة للعمليات الهجومية ضد الاحتلال الإسرائيلي، كما أن نهايته بهذه العظمة بعد أن تم تدمير حي تل السلطان وكان في بيت هو أصلا مدمر وكان يجلس يعني وهو مصاب وهو ملثم ويعني ملثم بالكوفية الفلسطينية، ومع ذلك لم يستسلم ولم يركع بل ركع الاحتلال الإسرائيلي. أعتقد أن الصور التي خرجت ليحيى السنوار في هذا الوقت بالذات أعتقد أنها ستكون نصرا وفتحا وقوة معنوية لشعبنا الفلسطيني ولأمتنا العربية والإسلامية، وباعتقادي أن السنوار الآن تحول من أيقونة حمساوية إلى أيقونة فلسطينية إلى أيقونة إسلامية إلى أيقونة إنسانية، واليوم السنوار يعتبر ليس أقل من الثوار العالميين التي تجسدت والتي يعني رسخت أسماءهم وصورهم على مر العصور، ومن الصعب الآن تجاوز ماذا فعل السنوار أيضا وهي عملية طوفان الأقصى. السنوار كان مهندس عملية طوفان الأقصى، هو الذي وهذا إجابة على سؤالك، هو الذي أشرف على هذه العملية من ألفه إلى يائه، هو الذي خطط إليها خطط لها، وهو الذي يعني أحدث مجلسا مصغرا أدار عملية التفكير والترتيب والتمويه والتعزيز والإعداد والركن الشديد، ومن ثم حدد ساعة الصفر وانطلق الجميع وكان حقيقة قلب المعادلة في المنطقة كلها. ولهذا لا، استشهاد السنوار صعب جدا، ولكنه أيضا أعتقد أن فيه أفق كبير للثورة الفلسطينية بشكل واضح وجلي، وهذا الذي يعني شاهدناه في ردود الأفعال الشعبية وحتى الرسمية. نعم، يعني غياب، البعض يقول غياب قائدين لحركة بوزن حركة حماس في ظروف تعتبر قريبة من ناحية التاريخ، نتحدث عن إسماعيل هنية ونتحدث عن السنوار، هل يؤثر في مسار الحركة؟ خصوصا أننا
في ظل عدوان غير مسبوق منذ عام 48 أستاذ تيسير. تمام، بالبداية تحية لك والإخوان الضيوف. يعني حقيقة حتى الأمور لا تذهب بنا بعيدا إلى التحليل، نذهب إلى المعطيات شوي. تاريخيا حركة حماس دائما بحالة عدم وجود قيادة لفترة طويلة منذ نشأة الجهاز العسكري وتطوره حتى وصولنا، كانت بالغالب بالقيادات العسكرية إما بالسجون أو مطلوبين بدرجات عليا أو تم تصفيتهم، وهناك سجل واسع في الموت. هل الذي تكلم به أخونا إبراهيم أن ضربة واغتيال قيادة حماس موجع؟ موجع كثير، موجع زيادة على اللزوم كمان، لكن بطبيعة حركة حماس بتعاملها مع المنصب الذي يتكلم فيه المسؤول هو أغلب أنه مشروع شهادة أو مشروع له نهاية تاريخية معروفة نتيجة أنه يقاوم احتلال إسرائيلي. الآن السؤال، ما الإضافة التي سؤالك، ما الإضافة التي صنعها إبراهيم الصنع؟ يعني حقيقة أنا إبراهيم تعرفت عليه عام 90 ولم أكن في السجن، كنت بزيارة للسجن لأهلي، وكان أهل الضفة والغزة والقدس يزورون مع بعضهم البعض، وتعرفت عليه وكان مرحب أهلين، وثم بدأت الحياة بعدما دخلنا السجن وتعرفنا عليه. لكن بأدبيات الحركة كان دائما موجود بقوة كمؤسس للجهاز الأمني في الحركة مجد. وحقيقة كان له صيت قبل أن تلتقي فيه، وعندما تلتقي فيه تشعر أن كم هذا الصيت حقيقي وليس سمعة وليس صيتا خارجيا. أبو إبراهيم كان عنده شغلة مختلفة عن الإخوة الآخرين مع وجود ميزات للإخوة الآخرين. أبو إبراهيم يميل إلى فكرة علاج الشيء دون التكيف مع الشيء. يعني هو في احتلال، أنا بقاوم احتلال، الاحتلال رح يقتلني رح أقتله، لكن بالنهاية أنا سوف أواجه الاحتلال، لن أتعاطى مع معطيات الاحتلال بكيفية العيش تحت الكهرباء مقطوعة، الماء مقطوع، الأكل موجود. الأكل أبو إبراهيم يميل إلى فكرة العلاج الجماعي. وأيضا كان صلاح شحاد رحمة الله عليه من هذا التفكير، عكس ذلك بعض الإخوة كانوا يتعاملون أنك تسير بخطوط متوازية تعمل فيها وتسمع. لكن هذا الفرق بين الناس، لو أن الناس شيء واحد لتوحدت الأمور، لا، هناك حالة دائما أن أبو إبراهيم كان يميل، أبو إبراهيم يحيى السنوار نحن درجنا أن نقول أبو إبراهيم، حقيقة يميل إلى فكرة الوضوح في الأهداف ووضوح بالأدوات. وعليه المشهد اختلف منذ مسكه للجهاز العسكري منذ عام 2012 حتى 2017. انتقل الجهاز العسكري نقلة نوعية من قرابة 10,000 مقاتل إلى قرابة 30,000 مقاتل. بهاي النوعية انتقلت أدوات الحركة وإمكانيات الحركة إلى إمكانيات عالية جدا. باعتقادي الذي أضافه أبو إبراهيم هو أكثر وضوحا للهدف، مع الوضوح الذي كان عند الإخوة، ولكن تعامل مع أن هناك احتلال ولابد التعامل مع الاحتلال بأدواته. وأنا أريد أن أعود للتاريخ، واسمحوا لي دائما أستشهد بالتاريخ. في الحرب الفيتنامية كان هناك حالة من عندما تقرأ القصة الفيتنامية كاملها من دخول الفرنسيين، الهند الصينية، ثم دخول الأمريكان للمساعدة، ثم ضخ الأمريكان الخبراء، بعد ذلك ضخ الجنود حتى وصلوا إلى 500,000 جندي. كان هناك حالة من التعاطي أن هناك دائما تعامل مع الشعب أنه يمكن بالقوة الإضافية أقضي عليه. وإسرائيل تعاملت معنا لسنوات طويلة بهذه المعادلة، وبناء عليها أضافت إلينا فكرة أن الذي لا يأتي بالقوة يأتي بقوة إضافية. نحن أيضا فكرنا بنفس الأسلوب وتعاملنا أنه ما دمت أنا ضعيفا لا أستطيع أن أواجه هذه القوة، لابد أن أزيد القوة لدي. أبو إبراهيم كان وضوحه هو أن يجب أن يكون عندي جسم قوي يستطيع أن يصنع التغيير. والتغيير ليس شرطا أن يبقى كما يقال، التغيير هو أحيانا يعطي الانعطاف المطلوبة، مثل التحويلات التي تحدث في كل مكان لا تبقى مستمرة، إنما تحدث تغييرا بالنمط الموجود إلى شيء جديد، إلى اتجاه جديد. وباعتقادي طوفان الأقصى كان هذا التغيير. نعم، بس أستاذ جاد قبل ما نروح على غير، يعني حتى لا يفهم كلام في نفس السياق، في نفس السياق انعكاسات ذلك على مسار المقاومة، التعبير التي أو التوصيف الذي قاله أستاذ تيسير حتى لا يؤخذ بغير مكانه. أولا لا، المقاومة تبنت نهج مقاوم بالسلاح، يعني اليوم نحكي الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية وما بينهما وما بعدها والحسم، كل هذا يعني أنه هو ما لا يستطيع، ما لم تحققه أوسلو والمفاوضات ومنظمة التحرير أردنا تحقيقه بشيء آخر. فهذا يعني مش بس أبو إبراهيم اللي كان منتهج هذا النهج يحيى السنوار، ولكن لا، هذا نهج المقاومة بشكل كامل. اثنين، حتى كمان لا نخدم الرواية الإسرائيلية بشكل، عفوا مش قصدي أنت أستاذ تيسير، اليوم أكثر حكم لحماس كان براغماتي وعنده استعداد يذهب لهدنة طويلة بشكل حقيقي على ما أعتقد
هي فترة ولاية السيد السنوار ووجوده على رأس حماس في 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 غزة. ولكن الوضوع عنده كان أنه لا، هؤلاء الناس لا يريدون الذهاب إلى أي نوع من الهدوء ويريدون الحسم، لذا يجب أن نقابلهم بالحسم. وعليه أنا أفترض أنه لا، هو كان عنده استعداد فعلي أنه يروح لمفاوضات حقيقية، يروح لهدنة طويلة، لن يتنازل عن فكرة التحرير الكامل، قد يذهب حتى مع قيادة الحركة إلى اعتراف مرحلي مرحلي ودون دون يعني دولة قصد بيه قبول بحدود الدولة، قبول قبول بحدود الدولة دون الاعتراف. هذا كله يقول أنه لا، من دفع المقاومة ويحيى السنوار إلى اتخاذ خطوة 7 أكتوبر هو ما قاله الناطق باسم القسام، أنها كانت ضربة استباقية، وأن المقاومة لا تعمل وفق أجندة الاحتلال، ولكنها جائزة دائما بالخطة ألف والخطة ب والخطة جيم. وممكن هذا الأمر أن تسحبه على موضوع الفراغ الذي أحدثه يحيى السنوار في قيادة الحركة، أن هذه الحركة لا تعمل دون خريطة واضحة بخطوات واضحة وبسيناريوهات متعددة وبخطط متعددة ممكن تتكيف مع أرض المعركة. الآن ما تفضلت به، يعني هل نحن أمام غياب لهذه الهندسة التي وضعت؟ بالتالي اليوم المقاومة في قطاع غزة تسير وفق اجتهادات القادة الميدانيين، من الصعب الحديث عن ذلك. أنا أتساءل فيما إذا كان غياب السنوار سيخلق هذه الحالة، باعتبار أن الكل يناقش انعكاسات غياب السنوار على المقاومة اليوم في قطاع غزة في ظل العدوان. من الصعب الحديث عن ذلك. نعم، باعتبار أن المعركة ما زالت مستمرة. باعتبار أن المعركة تزداد توحشا. نعم. وحقيقة أن الواقع المعركة اليوم لم يشابهه في السابق أي مرحلة من مراحل النضال الفلسطيني، بل ربما المنطقة. نحن اليوم نعيش بحرب إبادة، حرب أشبه ما تكون بحرب عالمية، هي حرب إقليمية على أقل توصيف، وهي في البدايات ولا نعرف مدى اتساعها. من الصعب التكهن بعملية الإدارة وتقييمها اليوم. الأمر الآخر، الأخ أبو إبراهيم أو الشهيد أبو إبراهيم يعني لم يمر على استشهاده إلا أيام. من الصعب أيضا الحكم على إدارة المقاومة الفلسطينية في الداخل. ولكن دعنا نتحدث بالفعل عن شخصية الشهيد يحيى السنوار. هي شخصية غير عادية. يعني أنا أتوافق مع الأخوين، يعني مع الأخ سليمان وعلي، مع الأخ علي، لأنه الموضوع يحتاج إلى تعمق أكثر في هذه الشخصية. هو يحمل الكثير، لا أريد أن أقول المتناقضات، ولكن الإحاطات والحديات. هو براغماتي وفي نفس الوقت هو ثائر. براغماتي لدرجة أنه جلس مع دحلان، براغماتي أنه قال لأبو مازن تعال وأنا سأخدمك بنفسي، براغماتي أنه ذهب إلى وثيقة حركة حماس في 2017، براغماتي بأنه جلس مع المصريين واستقبل عباس كامل في مكتبه. هو براغماتي لدرجة أنه ذهب إلى خيار المقاومة الشعبية وأشرف وأدار وهندس مسيرات العودة التي كانت هي مسيرات سلمية. وبراغماتي أيضا أنه طور من كتائب القسام، وحقيقة بالفعل هو أحدث عليها نوع من أنواع الثورة التطويرية في الداخل. وكان هو وزير دفاع حركة حماس من 2012 ل 2017، وأيضا رئيس حركة حماس في غزة من 2017 إلى استشهاده، بالإضافة أنه بعد استشهاد سيد إسماعيل هنية كان رئيسا للحركة. لهذا هو شخصية من الصعب حقيقة أن يكون إنسانا عادي. أو ولكن حركة حماس هي التي يعني أسسها الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي، جمال سليم، جمال منصور، يحيى عياش، كلهم استشهدوا، كلهم أساطير حقيقة. وأعتقد أن الشعب الفلسطيني هو قادر على إنتاج ذاته وقادر على إنتاج قياداته. بل بالعكس، أنا أرى، وهذا إجابة على سؤالك، أن هذه الحرب ستنتج من القيادات ومن المجاهدين ومن الثوار أكثر بكثير من أي وقت مضى. لأن هذه الحرب كما قلنا أنها حرب مختلفة، ولكن من الصعب الآن التحدث عن إدارتها وتقييم القيادة الجديدة. لكن في الميدان الآن هناك عشرات
القادة العسكريين من الصف الأول في كتائب القسام ما زالوا يديرون المعارك وقادرين على المواجهة. والدليل على ذلك هو ما زال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة يخرج بنفس الثورية بنفس الروح المعنوية وقادر على اللي هو، وفي نفس الوقت أنه في يوم 7 أكتوبر تم إطلاق الصواريخ على تل أبيب، بمعنى أنه فاعلية إدارة المعركة أعتقد أنها ما زالت، ولكن من المبكر الحديث وتقييم كيف يمكن أن تكون هذه الإدارة أو القيادة الجديدة. العالم انشغل في موضوع ماذا بعد السنوار، والكل كان يرفق ملف الأسرى. أستاذ تيسير، أنت أسير محرر، أنت من الذين خرجوا في صفقة وفاء الأحرار، ومعك خرج الشهيد السنوار. هل سنشهد آلية جديدة، تفكير جديد، معطيات جديدة في التعاطي مع ملف الأسرى، أم أن للحركة محددات؟ جاء السنوار، ذهب السنوار، جاء محمد، جاء أحمد، هناك منظومة واحدة الكل يتعاطى معها. نريد أن نسمع ضمن هذا السياق. بالبداية أنا عندي تعقيب على بعض الأمور. أنا شايفك عم الحديث عن مواقف يقوم بها القيادات ليس له دخل بتقليل أو زيادة لدى قيادة أخرى. هناك في فرق بطريقة التعامل. أنا أقول لك ليس تحليلا إنما معايشة ومعرفة. الأخ أبو إبراهيم يحسن ويميل إلى فكرة الوضوح، بمعنى أنا أريد، أنا لا أريد، أنا أستطيع، أنا لا أستطيع، أنا أريد أن أفعل، أنا لا أريد أن أفعل، حتى تكون الأمور واضحة. فلا مثلا موضوع المصالحة الفلسطينية، موضوع المصالحة مع مصر، موضوع زيارة مصر، موضوع الحديث مع المصريين، موضوع الحديث حتى مع الرئيس أبو مازن، نعم مستعدين للانتخابات، واشتهر بعبارة مستعدين للانتخابات. عنده هذه الطريقة، وهذا ليس شرطا أن لا يكون ضمن التناسق مع باقية أفراد الحركة، ولكن القيادات والحركات والتنفيذيين يميلوا إلى تنفيذ ما يراه أو ما يتفق عليه أو ما يجمع عليه، لكن هناك دائما مبادرة بأن تدير الموضوع. أنا أضرب مثالا تاريخيا حتى دائما نستشهد. سيدنا أبو بكر موقفه من حرب الردة، وسيدنا عمر الذي كان أشدا كان موقفه أكل أخوار في الإسلام، أخوار في جبار في الجاهلية، أخوار في الإسلام. عندما جاء سيدنا أبو بكر كان دائما يتعامل مع الأمور، سيدنا عمر آسف، كان يريد تغيير سيدنا خالد من رئاسة الجيش لأنه كان يعتقد أن الناس فتنوا به، لكن الرسول قال لا غير سيف من سيوف الله، أبو بكر قال لا أغير سيفا أقره رسول الله. جاء سيدنا أول أمر كان بالتغيير، ليس معنى ذلك أن الأول والثاني كان خاطئا، إنما كان جريء التعاطي مع الموضوع. الآن بما يخص حركة حماس تاريخيا ملف الأسرة، هل سنشهد تغيرا في آلية التعاطي؟ نعم أنا سوف أتكلم تاريخيا بحركة حماس. من ناحية البنية التنظيمية، القيادات لسنوات طويلة كانت مغيبة بالسجون وكانت إما شهداء، لكن الجسم التنظيمي اللي هو الجسم العريض لحركة حماس عندها المقدرة على إدارة الأمور المحلية حتى وصولا إلى الاستراتيجية ضمن المبادئ والأدبيات التي متفاهم عليه، مثل الآن الميدان. أنا أجزم أن اللامركزية هي التي تدير الميدان، ولكنها ناجحة كأنها مركزية. موضوع ملف الأسرى، الحركة دائما لديها كان تصور واضح من عام 88-89 بدايات عمليات أسر الجند، وهو أن الأسرى في سجون الاحتلال لا يخرجون إلا بعمليات تبادل مشرفة، ولا بد من أسر الجنود ليكون ذلك. الآن الاحتلال الإسرائيلي حاول وراهن أنه يستطيع اكتشاف أو استخراج أو إنقاذ بعض الجنود، أغلبها أدت إلى مقتلهم أو إلى قتله أثناء ذلك. باعتقاد أن الملف هذا هو ملف استراتيجي، والحركة سوف تتعامل معه كما كان يتعامل معه دائما ضمن القيادات إسماعيل هنية، أبو العب، أخونا يحيى سنوار، أو كما كان بعض القيادات يريد إدارته بطريقة أن يؤدي إلى الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى، إلى وقف إطلاق النار، إلى عملية إعادة النازحين وغيره. ولكن نحن بجو ليس جو مفاوضات بقدر ما هو جو قتال بالميدان، وباعتقادي أن إسرائيل ذهبت أكثر مما كانت تتصور بهذا الأمر. الإسرائيليين توقعوا 100 يوم ينهون المعركة، نحن الآن تجاوزنا تقريبا 300 ووصلنا إلى نهاية السبعينات من الأيام، وهذا ما لا يريده الإسرائيلي. أنا أعود وأقول أن الاحتلال الإسرائيلي كان يعتقد أن معركته تكون قصيرة، وعليه انطبع على الملف. عند الإسرائيليين يوجد عقدة اسمها رون أراد. ما هي عقدة رون أراد؟ هي أنه في عام 89 إلى 91 وصل إلى اتفاق مع
حزب حركة أمل لإطلاق سراحه مقابل أسلحة مقابل أسرى موجودين. قام الاحتلال بما يقوم به بعملية نوعية ضرب منطقة فقد الذي يرعاه أو الذي يحافظ عليه أو الذي يأسره، وفقد الجندي إلى يومنا هذا لا يعرف عنه أحد. الاحتلال يعيش بهذه العقدة، ولكن هذا ليس رون أراد واحد، هؤلاء 101 رون أراد. فهذا يشكل، وهذا تفهم أن الاحتلال الإسرائيلي فكرة وجوده أنه يقول لكل من يريد أن يؤمن بالصهيونية أو الاستيطان في فلسطين، أنت تأتي إلى هذه البلد تدفع الضرائب وتخدم في الجيش وأنا أحافظ عليك، وإن أرسلتك إلى مهمات خاصة أنا أستنقذك. باعتقادي إذا خلى الاحتلال بهذا الاتفاق سوف يكون هناك إخلال بالمنظومة التي بنيت عليها الاحتلال. هو بس مهم الحديث عن موضوع الأسرى، إنه الاحتلال الإسرائيلي كان لديه قواعد ومعادلات واضحة ومفهومة وقوانين قبل عملية طوفان الأقصى وقبل عملية تحرير الأسرى في 2011، صفقة وفاء الأحرار، صفقة شاليط، خصوصا بعد عملية طوفان الأقصى. للعلم في بداية هذه العملية اعتبر الاحتلال الإسرائيلي وقيادته قيادة الحكومة أن الأسرى هم ثمن الحرب، معنى أنهم لم يعودوا في ميزان المعركة شيء كبير. نعم. اعتبرهم أنهم نعم. عقدة رون أراد وغيرها من العقد الإسرائيلية تم تجاوزها، كان من خلال أسير إسرائيلي تقوم الدنيا ولا تقعد. اليوم كان في 130 و150 أسير وما في أي ضغط على الحكومة سوى ضغط يعني هامشي من الشارع. اليوم نحن يجب علينا إدراك أننا نتعامل مع إسرائيل جديدة. هذه إسرائيل طموحة مجروحة تحركها الدافع الغرائزي، النزعة الثأرية الانتقامي، النزعة الثأرية، أيضا لدى قيادتها مرعوبة من الحرب، من وقف الحرب، من فكرة الهزيمة، من فكرة يعني. من فكرة نعم. توقف الحرب نعم. من فكرة الثمن الذي ممكن أن يدفعوه، ولهذا هم غير معنيين حقيقة لا بتحرير أسرى ولا معنيين بإيقاف هذه الحرب، بل على العكس نتنياهو نفسه الذي يعني فكر في 2010 أن يضرب إيران هو يجد نفسه اليوم أمام فرصة، الواقع الإقليمي مهيأ له ليوسع من دولة إسرائيل من الكيان الصهيوني على حساب لبنان وسوريا ومصر وربما الأردن، هو أمام فرصة أن يضرب في العراق وفي اليمن وربما في طهران، كل هذه هو نصب عينيه. الآن هناك الكثير من المبررات مثل اللي هو موضوع الأسرى، ولهذا أنا أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي خصوصا نتنياهو وقيادته الآن لم يعد الملف ولا إلا يستخدموا ملف الأسرى إلا كشماعة نعم. من أجل إطالة أمد الحرب وتوسعتها. محمد المختار الشنقيطة أيضا يعني كتب تغريدة ضمن السياق ما نتحدث به، نطالع النص. محمد المختار الشنقيطة: أكثر ما أحزنني في استشهاد البطل المغوار يحيى السنوار هو أنه كان يقاتل وحيدا بعصا في يده اليسرى ويده اليمنى مصابة، وهو على مسافة بضعة كيلومترات من حدود دولة عربية يزيد سكانها على 114 مليونا وجيشها قريب من 700,000 جندي وضابط مدججين بالسلاح. وختم: ويل للعربي من شر قد اقترب. في سياق الحديث عن المحيط والإقليم، هل من تداعيات برأيك أستاذ علي لاستشهاد ورحيل قائد بوزن يحيى السنوار؟ هل من تداعيات على فكرة محور المقاومة ربما؟ أول شيء بس بدي بس أعلق سريعا على نقطتين. فكرة الأسرى كان المقصود هو تصدير صورة أن من كان يعرقل هذا الاتفاق هو يحيى السنوار، والحقيقة والوقائع تقول أن من كان يعرقل والآن هو يعرقل وسيبقى يعرقل هو يعني نتنياهو نعم. من هي هيدا مش نعم. كأنه نحن والدافع عليها والدافع على توضيح هذا الكلام أنه اليوم الواشنطن بوست بثقلها بتعمل مقال وبتعمل تحقيق كبير لتجيب على السؤال التالي أنه هل ستأخذ حماس العرض المقدم من نتنياهو، هو الذي قائم على شو؟ استسلموا وزدتوا سلاح نعم. ورجعوا لنا 101 الحرب وننهي الحرب وكأنه نحن نعم. أو من يقاتل مش نحن في عنا مأساة، وكأن من يقاتل هم طلاب حياة ويعني وعاملين مشان ياخذوا استثمارات آخر السنة بمليون واثنين مليون دولار. ففي هذا الجانب التالي اللي كان بيحكي عنه الأستاذ إبراهيم موضوع العقيدة الأمنية،
اليوم ينبغي أن نعرف أن العقيدة الأمنية لهذا الاحتلال التي وضعها بن غوريون في خمسينات القرن الماضي تغيرت، وأنها هذه الاتفاق اللي عم يحكي عنه أستاذ تيسير بين يعني تعطيني وبعطيك، تحميني وبحميك، أنه كانت على أساس عمليات خاطفة على أرض العدو، والأهم فيها أنه عندك مجتمع معسكر، هو إسرائيل غير قادرة على أن تقاتل بقدرة عسكرية كبيرة بعديد كبير، فهؤلاء جزء كبير منهم بيروح على الحياة على الاقتصاد بمشي، وعندما تدعو الحاجة يذهب يأتي خاطفا ويعود خاطفا. طبعا هذه تغيرت، وقدسية الأسير الإسرائيلي سقطت وأسقطها نتنياهو، وهو من جملة الأشياء التي يسقطها نتنياهو سواء في هذا الكيان أو في خارجه. التداعيات الأكيد قبل أن أذهب إلى ما قاله الأستاذ الدكتور الشنقيطي عن موضوع مصر، وطبعا يعني مصر يعني الخاسر الرخوي لهذا الاحتلال اللي هو يعتبره خاسر رخوي هي الأردن. والأردن اليوم أمام خطر وجودي متعلق بأنه من يتحكمون ويمسكون زمام المبادرة هم جماعة طلع عنهم فكرة الحسم، يعني اليوم الضفة الغربية تخضع مدنيا وعسكريا لسموتريتش الذي يتبنى خطة الحسم، وبن غفير الذي يتبنى نفس المنهجية مع خطوات متقدمة، ونتنياهو اللي بيعوم على عمهم على أساس أن يحقق بأدوات غيره ما يريده هو دون أن يعلن ذلك. فطبعا التداعيات على والأشخاص، خلينا بس نركز ولن أطيل أكثر من ذلك، أنه الأشخاص الكبار عندما يتم استشهادهم أو وفاتهم أو غيابهم عن المشهد يتغير إلى مدى طويل من الزمن معهم، يعني يبقى الحادث حادث غيابهم حادثا فاصلا بين زمن وزمن. فوجود يحيى السنوار على رأس الحركة ومن ثم وذا يعني طبعا يدل أنه نحن متوافقين على فكرة أنه غير في, في, في جسم المعادلة، ولكنه غير بالطريقة التي تسمح له أن يقول الحق على الاحتلال مش الحق عليه أمام حتى الرأي العام العالمي. فبالتالي اليوم مصر معنية، الأردن كما قلنا، العمليتان اللي صاروا البارح واللي هو أن يعبر أخوين من الأردن وينفذوا عملية وخطابات مصورة فيديو ومن ثم تخرج والزحف الجماهيري للتهنئة بارتقائهم، كل هذا يقول أن الأردن الآن تعيش على حالة من اللهيب يغطيها الرماد، والنظام الأمني في الأردن على ذلك. هذا أول دولة. الدولة الثانية اللي هي مصر، من المؤكد أن الجيش المصري، لأن اليوم نحن في جيش، في دولة عند جيش وفي جيش عند دولة، فالجيش المصري يعرف تماما أن بعد 7 أكتوبر تغير كل شيء في المنطقة، وأن هناك يعاد ترتيب الأوراق. وفي هذا السياق يدخل وفي هذا السياق يدخل استقبال المصريين بالأمس لوزير الخارجية الإيراني الذي أتمم ما جاء ليفعله بزيارة تركيا اليوم ولقائه مع حكام فيدان، الذي قال بشكل واضح حكام فيدان اليوم منذ قليل أن إسرائيل تريد توسيع النار الحرب كما قال أردوغان قبله، وتريد إجبار إيران على خوض المعركة، وأن إيران ليس بإمكانها عدم الرد. فنحن نتحدث عن أن مصر ونظامها يدرك تماما أننا ذاهبين إلى توسيع هذه الحرب، وأن مصر هي المتأذي الأول، لأن أمنها القومي مرتبط بأمن المنطقة ومرتبط تحديدا بقطاع غزة. محور المقاومة، السنوار من أكثر المتشجعين لفكرة أممية الحالة العربية والإسلامية مع الاحتلال الإسرائيلي، وأن فلسطين ليست الفلسطينيين وما إلى ذلك. هل غياب يعني شخصية كانت تحمل هذه الفكرة من خلال فكرة محور المقاومة ستتأثر أستاذ إبراهيم؟ هو محور المقاومة لم يكن مرتبط بشخص أو شخصين أو ثلاثة، وليس فقط مع أن من غابوا هم أرقام رئيسية، نتحدث عن نصر الله، نتحدث عن السنوار، أنت قبلهم كان قاسم سليماني، وأيضا الرئيس إبراهيم رئيسي، وسيد يحيى السنوار، بنا فكرة أنه اقتلوا يعني حسن نصر الله، لا شك في ذلك. لكن احنا خلينا نكون صريحين، لا، هذا الآن احنا في معركة، هذه المعركة يخوض هذا المحور ضد الاحتلال الإسرائيلي، يخوض هذه الشعوب ضد الاحتلال الإسرائيلي. الكلمة الأولى اليوم حقيقة نحن نكون دقيقين هو لنتنياهو للاحتلال الإسرائيلي، هو الذي أراد هذه الحرب. للعلم عملية طوفان الأقصى كانت عملية استباقية ردعية للاحتلال الإسرائيلي من أجل ترتيب الأوراق ومن أجل
كف يد الاحتلال الإسرائيلي عن الضفة الغربية، كف يد المستوطنين عن المسجد الأقصى، رفع الحصار عن قطاع غزة، إخراج الأسرى، إعطاء شعبنا حقوقه. نعم. لكن الاحتلال الإسرائيلي أراد هذه الحرب، ولم يردها فقط على شعبنا الفلسطيني، هو يضرب في لبنان وسيضرب في طهران ويضرب في اليمن ويضرب في العراق وسيضرب في مصر وفي سوريا وفي الأردن وفي كل منطقة، حتى أصدقاء الاحتلال الإسرائيلي سيضربون أو سيذعنون. ولهذا هناك اليوم جشع يملأ قلب نتنياهو وهذه الحكومة المتطرفة. اليوم ليس أمام قوى المقاومة ومحور المقاومة إلا أن يعيد إنتاج نفسه ويعيد ترتيب ذاته ويستعد لهذه الحرب. للعلم يجب على العالم أجمع أن يدرك أن باب الحرب لم يفتح، أن باب الحرب كسر ولن يغلق إلا إذا وضعت هذه الحرب أوزارها. كل من يحاول أن يتجنب هذه الحرب سيقع فيها، كل من سيحاول أن يوقف هذه الحرب سيكتوي بنارها. ولهذا إن لم يكن محور المقاومة مستعد ويستعد نفسيا وماديا ومعنويا لهذه الحرب، أعتقد سيكون الضرر كبير. إن لم تكن دول المنطقة المركزية مصر وتركيا والأردن والخليج مستعد لهذه الحرب، أعتقد أنهم سيكتوون بنارها بشكل أضعاف مضاعفة. ولهذا على العالم العربي والإسلامي أن يتداعى قبل فوات الأوان. هل أصبحنا أمام فكرة عابرة للشخوص أستاذ تيسير في مسألة محور المقاومة؟ الأستاذ إبراهيم، مسألة مهمة، الكل مهدد، حتى ذكر الحلفاء بالساحة الخلفية للولايات المتحدة الأمريكية سيذعنون، وهذا شكل من أشكال الضغط بطبيعة الحال. هل فكرة المحور تجاوزت الأشخاص وأصبحنا أمام فعلا إدراك عام من كل الدول أننا أمام دولة تشعل الحرائق بين فترة وأخرى؟ سؤال جميل لكن عليه أجوبة كثيرة. أولا الجواب الذي سألته للإخوة، هل الإخوة ينظرون للجيش المصري أو الجيش الأردني؟ تاريخيا شعب فلسطين نظر لهم، وحقيقة كان كلوب باشا هو من يقودهم في معركة عام 48، وهذا شيء يجب ألا نتغافل عنه، أن المعركة كانت بين قائد جيش إنجليزي وقائد جيش إنجليزي في معركة عام 48، حتى تعدلت بال 68 في الكرامة، حتى نحرر أنفسنا فيها. ولسنوات طويلة لماذا بدأنا نستخدم محور المحور؟ لأن هناك من قبل أن يوقع ومن قبل أن يطبع، وهناك من قبل أن يقف بالصف الإسرائيلي ضد المقاومة وضد حق الشعب الفلسطيني. أنا باعتقادي إذا كنا نريد أن نجاوب جواب صحيح، هل المحور أو المقاومة أو المقاومات في المنطقة تقف وقفة جيدة الآن بالمعركة مع طوفان الأقصى؟ نعم تقف. هناك الآن تقف. عمل. نعم تقف. بس قبل 12 شهر. دعنا نستخدم مصطلحات ماذا الآن؟ الآن خلال 12 شهر الماضي كانت الجبهة اللبنانية مشتعلة، من 8 أكتوبر مشتعلة، منذ 10 أكتوبر كانت المقاومة في اليمن تضرب وتمنع السفن وتضرب المسيرات، كانت من نهاية أكتوبر المسيرات العراقية تضرب وغيرها، وصلت إلى مرحلة القصف المقابل اغتيال الذي أريد أن أصل له أن المقاومة تقوم. السؤال الذي يجب نسأل، من الذي لا يقوم بالدور؟ والحقيقة هي الأنظمة والدول والجيوش والحركات التي أشبعت الشعب الفلسطيني قيل وقال، وعندما وقف المقاومة بدأت تستنكر. أنت تتكلم عن ناس قاتلوا معك أم لم يقاتلوا؟ هم يقاتلوا حتى لا نصل إلى مرحلة أن نخادع أنفسنا. العربية ما قالت أنها ستقاتل مع المقاومة، ولكن في مين إجا قال لك؟ أنا مش عم خون حدا، بس في مين إجا قال لك في وحدة ساحات في معركة؟ عندما فتحت هذه المعركة لا، الكل تخلف. حزب الله فتح معركته يوم 8 أكتوبر بأول عملية، ولكن ثبت أنه لم يستعمل كل أوراقه ولم يدخل، وسماها معركة إسناد، وحتى هذه اللحظة لم يستخدم كل أوراقه. ومسيرة نتنياهو اليوم تقول أن حزب الله كان يملك من الأوراق لو تم استخدامها في الأسابيع، لا أقول الأيام الأولى، في الأسابيع الأولى بل أشهر الأولى لهذه الحرب كان الوضع على الأرض مختلفا. أخي الكريم، حتى نكون منصفين مع أنفسنا، من يشارك معي حتى لو بكلمة أفضل من الذي يتكلم بقنواته عن الإرهابي يحيى سنوار. يا سيدي نحن أنا لا أريد أن أصل لمرحلة أنني أذم من يعمل لأنه لم يعمل أكثر،
ولا أذم الذي دائما يهاجمني. نحن نصل إلى مرحلة أكثر دقة بالكلام تبعنا وأكثر دقة. ما قامت به المقاومة اللبنانية خلال 12 شهر الماضي وعمل بطولي ممتاز يفتخر تاج على رؤوس من قاوم، واليمنيين والعراقيين وكل من ساهم، حتى أخونا ماهر جازي الذي قام بعملية نوعية يجب أن نتكلم. لكن كم يزيد هذا وكم يصبح أكثر انتشارا؟ هي جزء ربما من حالة طفال أقصى اللي هي دق هذه الطبول وهذه الأجراس حتى نصل إلى هذه المرحلة. نحن وصلنا إلى مرحلة أن التطبيع يكون بكم؟ هل يزيد؟ هل ينقص؟ هل نستفيد؟ هل يصبح التطبيع هو وسيلة لأزور المسجد الأقصى، لأقف أمام الله، لأقول له يا الله حرر فلسطين؟ نحن وصلنا إلى السياحة الجهادية. وبعد ذلك عندما جاء الطوفان الأقصى وشارك البعض معنا ب 5% من جهده، ب 10%، أقول له لا أنت لم تشارك، ربما هذا الذي عنده. أنا أريد أن نكون صادقين مع أنفسنا يا سيدي، هذا من عرس ابني، حقيقة نحن نميل إلى فكرة لوم الذي يعمل ولا نقول فكرة الذي لا يعمل. لا أنت عم تقولنا ما لا نقول يا أستاذ تيسير، هي فكرة مش هي لست بصدد تقييم المحور الآن، والمعركة ما زالت مستمرة، يعني إلى أن تنتهي المعركة قد نكون أمام حالة لتقييم الجبهات كلها. لا أحد ينتقد، ولكن نحن عم نحكي بالعام، نحن عم نقيم واقع. نحن المرة الماضية اختلفنا نحن أستاذ إبراهيم على أساس أنه نحن عم نخدر الشعوب، نحن عم نقول بشكل واضح هي المعركة ما زالت مستمرة. أنه خطاب محمد الضيف يوم 7 أكتوبر كان واضحا بطلبات محددة وبنداءات واضحة للمحور وللشعوب وللحكومات وللمؤسسات. لو سمحت بس خليني فكر، كفي فكرتي. اليوم أنا بمناسبة اجتماعية اللي بيجي بعزيني بيقول الله يحييك، بس أنا ببني خيارات الاستراتيجية على أساس أنه نحن في اتفاق واضح بين قوى المقاومة في المنطقة وفي وحدة ساحات وفي وحدة مصير، يتطلب مني عندها أن أقول لا، لو كان حصل كذا كان حصل كذا. وأقول هنا وأختم، أعطيك فرصة يا أستاذ إبراهيم، أنه حزب الله الآن ما حدا ضد المقاومة أستاذ تيسير، نحن أنا لبناني وكلياتنا بيوتنا وصدورنا وقلوبنا مفتوحة للمقاومة، ويا ريت كانت المقاومة سمحت لنا نبقى مقاومين بلبنان، كنا هلا حاملين السلاح على الجبهات ومش بتركيا. عم نحكي عن أنفسنا نحن، ولكن كان في أخطاء استراتيجية لسنا الآن في صدد تقييمها. ولكن الآن المقاومة في لبنان، لن أقول حزب الله، المقاومة في لبنان، لأن كل ما يضرب إسرائيل هو مقاومة، المقاومة في لبنان تدفع ثمن ما لم تفعله وليس ما فعلته. وخلينا نحكي سياسة في الموضوع هذا وبتقييم موضوعي، يعني دون مغالاة في هذا الطرف أو ذاك. حقيقة كان الحزب وكانت إيران وبعض القوى حتى في العراق واليمن مستعدة للدخول منذ اليوم الأول لو بقيت المعركة بين الاحتلال الإسرائيلي وشعبنا ومقاومتنا. ولكن التدخل الأمريكي بعد ساعات من عملية طوفان الأقصى وحضور أمريكا بثقلها وخصوصا بحاملات طائراتها وبقنابلها النووية وبتهديدها المباشر للدول المحيطة أنها في حال تدخلت سيكون هناك رد أمريكي، ربما جعل تدخل المحور له توازنات ومعادلات مختلفة. وحقيقة يشكر المحور، وأنا يعني فلسطيني والكل كان يتمنى مش بس أنه يكون فيها يعني يضرب صواريخ، أن تجتاح الجيوش العربية والقوات الهاد، ولكن نحن أيضا ندرك الحسابات المعقدة. يشكر المحور أنه رغم هذه التهديدات ورغم الإغراءات التي عرضت عليه إن كان في لبنان وفي اليمن، ونحن مطلعين ودارسين يعني وصلتنا إغراءات كبيرة، أنه لا تمسك في دعم وإسناد شعبنا الفلسطيني وتمسك في هذه المواقف، يعني الحقيقة الذي يشكر عليها. لكن نحن حينما نتحدث عن المحور اليوم وربطه بأشخاص أنا أرفض هذا. صحيح أن الأخ أبو إبراهيم والسيد حسن نصر الله وأيضا قاسم سليماني والشيخ صالح العروري وجميعهم كانوا حقيقة لا يعني من الذين دفعوا ورتبوا وعملوا على تعزيز وحدة الجبهات. واليوم أنا بعتقد أنه دماء هؤلاء ستعزز المحور وستعزز وحدة المصير كما أنها عززت وحدة الساحات. اليوم أنت انظر إلى الخارطة أيضا، يعني ما نكون إحنا بعيدين. اليوم غزة صحيح أنها في حرب وفي إبادة منذ عام، لبنان في مواجهة مفتوحة،
أيضا اليمن شاركت منذ اليوم الأول، العراق هناك تحركات، إيران اليوم ضربت إسرائيل مرتين وهذه حقيقة تطور نوعي، والدول اليوم على رأسهم الرئيس أردوغان يتحدث أنه لا هناك حرب قادمة كبيرة. يا إخوان هذه ليست حرب يوم أو يومين، هذه حرب قد تمتد سنوات، ولهذا يجب علينا قبل تقييم أي دور من الأدوار أن ننتظر، ولكن المسار الذي سار به محور المقاومة حقيقة مرضي للمقاومة الفلسطينية ومرضي لحماس، وأعتقد أن القادم أعظم سيكون. دعنا نسمع ماذا قال حييم تومر في توصيفه لشكل الحرب حتى اليوم، والحرب ما زالت مستمرة. نحن دائما نؤكد على هذه المسألة باعتبار أن التقييم سيكون مختلا إذا وضعنا على الطاولة ماذا فعل المحور أو ما شابه ذلك. أعتقد إذا وضعت الحرب أوزارها سنكون أمام أحكام أكثر موضوعية. لنستمع لما قاله حييم تومر: نحن في حرب استنزاف ولدينا خسائر كثيرة. بتخوف אנחנו מלחמת התשה, ישראל נמצאת במלחמת התשה. נכון. בעזה גם היום יש פצועים ו... עזה, לבנון, מה נעשה עם איראן, נגיב, לא נגיב? ביום שסינדואן חוסל יש 5 הרוגים של סיירת גולני ועוד פצועים קשה. אנחנו מלחמת התשה. במספרים המצטברים, אנחנו מדברים כבר, מתחילים להתקרב לאלפי פצועים ומאות הרוגים. כן. אני לא מדבר על הכלכלה ואני לא מדבר על החברה, כולנו יודעים, אני לא... רוצה פה לתת הרצאה ארוכה מדי, וכולנו יודעים שהחברה והכלכלה זקוקים זמן ושיקום. ולכן, מי שחיפש תמונת ניצחון, נתניהו טען שהוא מחפש תמונת ניצחון, קיבל את תמונת ניצחון. סינואר, תמונתו של סינואר מתחת להריסות, הרוג, שודרה בכל העולם ובארץ, והיא תמונת הניצחון שלנו. שאפשר, מאפשרת את התנעת המנגנון שהוקם, ארצות הברית, קטר, מצרים וכו' וכו' וכו', על מנת להתחיל לחפש איזשהו... אבל חי, רק עוד מילה אחת, תמונה סופית. למה? כי החטופים יכולים למות עכשיו. חטופים יכולים למות עכשיו, כי אין שלטון מרכזי בעזה. זה מה שאתה חושב? לא, אבל זה... אני חושש. אבל זה... חושש. רגע, אבל לא, רגע, למה אתה חושב? נכון שסינואר חוסל, אבל איזה סימנים אתה רואה שאין שלטון מרכזי בעזה? אז בוא נתחיל. חמאס שולט, אין צבא... שולט באנשים בעזה. חמאס מתפקד. בוא נתחיל. כן? מתפקד. מה זה מתפקד? הוא שולט בשטח. אנחנו גם... הוא גם שולט בחטופים. אם היינו רואים עסקאות שאנשים שמחזיקים בחטופים באים לישראל ואומרים, נו, יש לנו מידע, אז הייתי אומר, אוקיי, חמאס לא שולט, אבל הוא שולט. בוא ניקח את המידע. גם עמוס קצין מודיעין וגם אני, אנחנו קודם כל מתייחסים למידע בכבוד. אמרנו חליל חיה, שהוא כנראה האיש המדיני הבכיר שנשאר, היה סגנו של סינואר, ומוחמד סינואר, שכנראה הולך להיות המפקד הצבאי במקום מוחמד דף וכו', זה ההנהגה של החמאס החדשה. אומרים, אנחנו מוכנים להפסקת אש, אנחנו מוכנים שיקחו כל החטופים, סליחה? תמורת הפסקת אש מיידית. תמורת הפסקת הלחימה. כן. עכשיו, יש פה שאלה. אפשר להגיד, שמה, אנחנו בתנופה, נחסל את החמאס עד הסוף, נחסל את חיזבאללה עד הסוף, נגיע לליטני. זו שאלה של השקפה, השקפה שלי, מההיכרות המצטברת שלי עם חמאס וחיזבאללה, שאם לא נגדר את ההישגים הצבאיים שאליהם אנחנו כביכול שואפים, אנחנו ניכנס למלחמה שתימשך עד 26. כל 25 עד 26, ואפשר להסביר את זה אם יש לכם זמן, ואני חושב שזה לא טוב לישראל, זה אפילו רע מאוד לישראל. ולכן יש לנו הזדמנות לעשות סוויץ' ולעשות שינוי מגמה. מהו שינוי המגמה? רק תנסה להסביר לנו. מה היית עושה אם היית יכול להסביר? יש פה שני תסריטים. צריך להגיד, יש לנו ראש ממשלה שמנהל את העניינים ביד רמה. כן. ההסבר לגבי מה שהוא עושה, יש שני הסברים. יש הסבר אחד שאומר שהוא מחכה לדצמבר, שיגמרו הבחירות בארצות הברית, והוא יוכל לסכם הממשל החדש את העסקה שהוא... חד משמעית, כן. לא צריך לדצמבר, נדע עוד שבועיים. יש הסבר יותר אפוקליפטי, שהוא ושני שותפיו, סמוטריץ' ובן גביר, מחכים ל-26. כדי לדחות את הבחירות ובינתיים להתחיל להתיישב בעזה. למה? כי סמוטריץ' ובן גביר רוצים ליצור מציאות שאין רק אזור אחד שבו יש כיבוש ישראלי, אלא שני אזורים. ולהחזיר את המציאות הישנה ל... טוב, לא הלכת רחוק, ביום שני יש כנס. התיישבות בעזה. עמוס. إذن تأكيد لذات الفكرة التي تناقشنا فيها، هناك شبه قناعة يعني لدى الضيوف وحتى لدى المحاور الرئيسي أن غياب السنوار لن يغير شيء على أرض الواقع، وأن حماس ما زالت تسيطر في القناعة. نعم، حقيقة أنه هذا له شواهد تاريخية، وأنا قلت ذلك سابقا بنشأة الجهاز العسكري المرة الثانية تحت اسم كتاب عز الدين قسام. أغلب قيادات الحركة من الشيخ أحمد ياسين لصلاح شحادة ليحيى سنوار لصالح العروري رحمة الله عليهم جميعا كانوا كلهم في السجن، ومع ذلك قام الجهاز بقوة بمناطق مختلفة من رفح
حتى جنين وبدأت العمليات تعود بقوة، وبعد ذلك بدأ يأتي الشباب الذي بدأوا العمل أغلبهم كان إما سنة أولى جامعة أو نهاية الجامعة، أي أن الجسم الحمساوي تشرب الفكرة وأصبح يعمل بلا مركزية بهدف رئيسي له وهو مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. الأمر الآخر، يجب دائما أن نميز بين ما أتمناه وما أريده وما يجب أن أفعله وما أستطيع أن أفعله. حركة المقاومة وحركة حماس والمقاومة الشعب الفلسطيني هي تريد تتمنى أن تتخلص من الاحتلال الإسرائيلي، وهي تريد أن يكون جميع الدول والجيوش العربية معنا، وهي أيضا تسعى أن تستطيع أن تحمل أسلحة وتحفز الحلفاء معنا بضرب إسرائيل 24 على 24. لكن ما يستطيع الكل عليه هذا اللي تسعى عليه حركة حماس. وباعتقادي أن طوفان الأقصى كان هو الفتيل، سميه الفتيل، الفتيل الذي قلب هذه الطاولة وقلب هذه المفاهيم. إسرائيل، أنا أستشهد بصحفية إسرائيلية بقناة 13، وهي صحفية خرجت عن النطاق العادي أثناء إطلاق إيران الصواريخ علي، وهي موجودة بغرفة تحت الأرض وأنا كنت أتابعهم، تقول ماذا حدث لنا؟ نحن كنا مع حماس نقضي عليها بكل سنة باعتقالات ونضعهم في السجون، وفعلا كان كل رأس السنة عندنا من 14 لا نحن أغلب أبناء الحركة يضربون. في بعد ذلك قالت دخلنا بحالة اشتباك مع المقاومة اللبنانية ولم نعرف ماذا نريد من لبنان وأخرجنا من ضبط التحرير، واليوم الذي يليه لم نعرف الإجابة فجاءت المقاومة الإسلامية وبدأ هناك حالة من الذي حتى خرجنا من لبنان. هي تتكلم بانطلاق والصواريخ تسقط مباشرة. كانت قالت وصلنا أن العراقيين يضربون بالمسيرات، ردينا عليهم، اليمنيين ذهبنا وأشعلنا فيهم، الآن نحن نجلس تحت الأرض تحت الأرض وتطلق علينا صواريخ باليستية القذيفة الواحدة ب500 كيلو. أين وصلنا بدولة إسرائيل؟ لو أردنا أن نجسد الموضوع، ليست الفكرة عداء لليهودية حتى نكون ضمن قوانين الحوار، ولا أيضا نكون ضمن الأمور الذي يتمناه. أنا أريد أن أقيم دولة، أنا أريد الحرية، وهذا ما سعت عليه حركة حماس. ولكن وجود شخصيات اندفعوا بهذا الاتجاه، نحن لا ننفي أنه من فترة 2011-2015-16 مر حالة التحالف أو التحالف بحالة دعنا نقول ركود وليس عداء، ولكن كان بسبب موقف الظروف الموضوعية التي كانت للمنطقة وموقف حركة حماس المشرفة التي لم تقبل أن تكون بمنطقة يهرق فيها الدماء أو يسال فيها الدماء. ووصلنا بعد ذلك إلى ترميم العلاقة، وصل حد ربما أخونا من قطاع غزة يحكي لنا أن معبر رفح مغلق من 2013 لل 2017 بحالة الحوار مع النظام، إنه يا عمي تعال ما هي الأسباب التي يمكن 2018 2018 ووصل أنه لماذا يغلق الناس؟ لماذا المريض لا يخرج ليتعالج؟ لماذا الطالب لا يخرج ليدرس؟ لماذا؟ 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 وصل حد أن معبر رفح يفتح 24 على 24 بحالة تفاهمية بين المقاومة التي تحكم قطاع غزة والنظام المصري. أيضا وصل حتى الحلفاء أو الشركاء أو سميهم ما تشاء من المسميات، ما هو وحدة الخلاف التي أو ما هي الخلاف الذي بيننا؟ بيننا الخلاف الفلاني والفلاني، أنت أنا لا أؤيدك فيه ولا أؤيد عملك فيه، وأنا وياك نتفق على الاحتلال الإسرائيلي، وهناك حالة من الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي، وهناك حالة اعتداء من الاحتلال الإسرائيلي علي وعليك، تعالوا نطور. ربما طوفان الأقصى لم يتفق مع شركاء بالمقاومة حسن نصر الله والحوثي والعراقي، ولكن وقوفهم مع المقاومة بحالة مؤازرة ضمن المينيمو الحد الأدنى باعتقاده كان جزء من حالة إشعال المنطقة ضد هذا الكيان الاحتلالي الذي اعتدى على الجميع. وأنا باعتقادي أنك تستطيع، أعود لفكرة ما أتمناه وما أستطيع وما يجب أن أقوم فيه، ما يجب أن أقوم فيه أن أقاوم الاحتلال، ما أتمناه أن أرتاح من الاحتلال، لكن ماذا أستطيع؟ الإمكانيات بسيطة، ولكن أنا أستطيع أن أقول للمحتل لن تعيش على أرض هانئ، لن يكون هناك اقتصاد، لن تصبح دولة عابرة للنفط وبعض الدول تأتي إليك، لن تكون عابرة للقطار الذي يأتي من الهند، لن تكون بمنطقة يتفاخر أنك واحد الديمقراطية وكذا، سوف نعريك من كل هذه الأقمعة وتصل إلى مرحلة لا تعرف من أين يأتيك المسيرة، لا تعرف من أين يأتيك الصاروخ، لا تعرف أين المنطقة التي سوف تضرب فيها والمنطقة التي لا تضرب فيها. وقال أحد الصحفيين الإسرائيليين أثناء ضرب إسرائيل للقنصلية الإسرائيلية الإيرانية في دمشق. قال لا أعرف من هو هذا، صحفي رفيب مشهور ونتنياهو ضده دائما،
قال لا أعرف من هو الضابط الاستخبارات الذكي الذي اقترح على الهيئة العسكرية ثم السياسية ضرب نصف دنم من الأرض. في مقابلها نحن ننتظر الآن أن يطلع على 27 ألف كيلومتر صواريخ لا نعرف أين تسقط. نعم. هذا جزء من المعادلة التي يجب أن نقولها. حقيقة المنطقة تغيرت كما قال أخونا، ليس إلى حرب بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ليست حرب على فلسطين، هي حرب لإعطاء الشعب الفلسطيني حقه ومؤازرة الآخرين. وأيضا أنا أدعي أنني اطلعت بمرحلة المراحل كم أغري المقاومة اللبنانية بأن تتوقف بمساندة الشعب الفلسطيني، نعيد لكم القرى ونتم تحديد الحدود ونعطيكم حقكم من النفط ونعترف بشرعيتكم ونحسن الاقتصاد اللبناني. وكان كلام المقاومة اللبنانية وهي يفتخر به أن نحن بمرحلة مساندة للقتال. سيدي يا سيدي والله ما يعني هنرجع دائما للنقطة مش الخلافية، النقطة اللي فيها رمادية. أول شيء أحترم كل ما قاله أستاذ تيسي، ولكن أهم في معنى دقيقتين حتى ننتقل للفاصل الثاني. أن الاحتلال اعتدى على الجميع وهذا مربط الفرس، بمعنى أنه حزب الله لم يعي أو لم يقرأ صحيحا أنه كان الدور جيد، وأنه لو بتتذكر يا أستاذ جهاد نحن كنا قاعدين على هيدي الطاولة أو شيء بيشبهها ب 28 أكتوبر كان الحرب، قلنا سيهجر الجنوب كما يهجر أهل شمال قطاع غزة، والآن الجنوب كان يدري أنه جيد وبقي على موقفه مساند. يجب أن يفتخر بهذا الموضوع، يجب أن نخرج من بعد الآن الطائفي وكذا. ما حدا عنده بعد طائفي، يجب أن يتحرك بالقدرة التي تسمح له الضغط على هذا الاحتلال. أما أن نسمع للاحتلال أن يخلص من المقاومة أو ما يسمى المقاومات في المنطقة واحدة وراء الثانية، هذا في حالة عمل استراتيجي. هذا واحد. اثنان، فكرة أنه المقاومة هي استطاعت أن تسقط، أسقطت كثير معادلات صح، ولكن هي الآن في حالة بحاجة للاستمرار، وهذا الاستمرار لا يؤمنه إلا صمود الشعب الفلسطيني والدعم الموجود. هلأ الآن بتقلي إيران ستذهب إلى هذه الحرب الإقليمية لعيون للنظر لحبة في غرامة في عيون الفلسطينيين؟ لا يا أخي، إيران الغرام والحب لزمان. يا سيدي الإيرانيين الحديث عندهم إيران، بس آخر جملة، الإيرانيين أيضا يا سيد العزيز هؤلاء الدول عندها مصالح، وهذه المصالح تضررت. والأكيد الأكيد أن الإسرائيلي بحكومته المتطرفة يريد استجرار الجميع إلى هذه المعركة. الحديث مستمر ضمن هذا السياق وأيضا في إطار المنطقة والتداعيات لما جرى فيها، لكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا.